ونتابع معكم جهود مصر لعون الأشقاء الفلسطينيين. وحول حركة عبور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. متابعة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، نتحدث عن إدخال عشرات ومئات الشاحنات تدخل يوميا عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بعد أن يتم التدقيق في هذه الشاحنات. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة كان قد تحدث منذ يومين في تصريحات رسمية وتحدث عن أهمية معبر رفح وبوابة معبر رفح البرية، وأن عليها هو الاعتماد الأكبر والأهم لإدخال المساعدات. تدخل المساعدات يوميا وتفرغ أحمالها في الناحية الأخرى ثم تعود مرة أخرى، مثل هذه يعني الشاحنة التي عادت الآن من الناحية الأخرى، ربما شاحنات التحالف الوطني بعد كانت قد وصلت إلى معبر رفح. نتحدث عن المرحلة الأولى والثانية من القافلة السادسة المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإعاشية والخيام وغيرها. ربما ما زالت العديد من الشاحنات ما زالت متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار الدور الخاص بها للدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. ربما الرصد هنا يأتي بالتتابع مع وجود الشاحنات المحملة في انتظار الدور الخاص بها، عشرات ومئات الشاحنات، وفي نفس الوقت خروج بعض الشاحنات التي أفرغت حمولتها في الناحية الأخرى من الأشقاء في قطاع غزة. من أهم الشاحنات التي تدخل هي شاحنات المواد البترولية، وهي بالطبع الغاز والسولار، ويدخل بالفعل ربما ما بين 4 إلى 6 إلى 8 شاحنات تقريبا متوسط يوميا، منها السولار ومنها الغاز وغيرها. تحدث أيضا عن استمرار خروج المصابين الذين يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. نتحدث عن أكثر من 4500 مصاب حتى هذه اللحظة، وما زالت هذه الأرقام تتزايد ساعة بعد ساعة ليتلقوا العلاج. ربما كل هذا يدل على الدور الرائد دائم للدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة. كانت هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.